صرنا عند ناس بحبون يعزمون على الغداء، فقلت اوكي عاسجين فاميلي دينر لانش يعني اربع اشخاص، طلع في الضيعه كلها والجوار، فشوي استحيت بس اجي شغله كثير حلوه عيد العائله كلها. انا عندي شباب اثنين ما عندي بنات تعلمهم، معلمي بنت اختي بتشتغل معي وسلفتي بتشتغل معي. شو اللي بيعمل كبه طيبه اكثر من غيرها؟ في مرات تكليه مش طيبه ومرات كثير كثير طيبه، شو الفرق؟ حسب النفس. اهم لحمه واحد لازم يستعملها غنم، بقر او معز؟ البقر. البقر بقر. المعز للني، حشوه، شحمه، بهور، بصل. شحمه هي ليت الغنم او شحمه؟ لا شحمه عادي، شحمه بقر. وبهور وبصلة وبس. ايه في عالم بتحب تضيف عليها حار، بتضيف عليها نعنع، كل واحد بيضيف عليها شيء. لازم تنعمل قبل بوقت وترجع تنرد على البراد تتقسى قبل ما تنشوي؟ ايه تمشين تشتد شوي. وبتنعمل مقلية او مشوية او هيدا على الفحم احسن شيء؟ على الفحم احسن شيء. عظيم. كم سنة صار لك تعمل كبة؟ صار لي زمان. طيب شو دور الجرن؟ في كثير ناس بتعرف بتشوف الجرن بس ما بتعرف شو دوره، شو دور الجرن؟ هو الجرن أكثر شيء هلا رح تقول لك ني وذوقون وتشوف الطعمي اشكله. بيعطيها طعمه، بيعطيها سقوعه، بيعطيها وقت بتنعم بالجرن شكل عم ما تخلطن بايدك. كتر خير الله، منشتغل ما بنعتز حدا، علمنا وليدنا احلى علم. هيدي تعي تعلمي، تعي تعلمي بليز، بدنا نتعلم كيف نعمل كبه. بدل انت تتعلم وتعمل لي اياها. لا يا حياتي ولو كمان هالقلم. مش هو يتعلم احسن؟ بدها فن. ايه يعني مش بدها فن، يعني في واحد يحطها من ميل لميل بتنمعس وتمعس، هي بتمعس بدك تلفها لفه كامله كامله، نار خفيفه، نار خفيفه، نارك حامي للقرص، بده يكون نارك حامي، بس ما يكون في نار. ايوه مثل ما شايفين، مثل ما انت شايفها هيك لفه 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 تحت فوق وجوا عم يبرم، تخيلوا الدهنه او بدك تلفها كلها، الشحمه عم تبرم جوا، عم تبرم. اكيد ما بتقصي، ما بندق فيها لحدحيد. لا بدي اقصها بالنص. لا لا لا، هي ما بدي اقصها بالشحمه. هاي كبه بالايد ممنوع السكين يدق فيها، ما هي معموله تتفك، رح تحرق اصبعك. هلا انت اي ميله بدك؟ هاي بلا شحمه؟ لانه طعمت الشحمه عليها بس بلا ما. طب عظيم، قسمت حرب، ليك شو احنا رح تشيلها على جنب شوي. تقلكم كيف الشطاره والاصول، بتاخذوا تبوله بتحطوها بقلبها، بترجعوا بتحطوا حمص بقلبها وهيك. يا هيك يا بلا، وهيدا ما بدقوه بالكبة. بتربيني طيبة، بتعملها مثل ما هي، بلا تبوري وبلا حمص. كاسر. أنا اسمي جوانا، ونحن اليوم بأهدينا بعجو عيد. مامي وبابي عملوا لي سيربريز إنه أنتوني رح ياكل عنا. طيب وليش بتحبينا هالقد؟ لأنه أنا كمان كنت بحب الأكل، وأنت كمان كنت بتحب الأكل، وبنبسط وقت بحضرك. خير شو حلو. عن جد كونفشن، بدي بالقلب. دقت لي تيريزا وقالت لي عبير نعزمك على الغداء، ما بعرف ايش حسيت انه ايه، انبسطت كثير، عجقه كثير، في شيء 40 شخص او 50 شخص. جوانا بتحبني كثير كثير كثير، عايشين بالمانيا، بتحضر كل الفيديوهات، حفظتهم كلهم، بتقلدني كثير منيح، وما فيكم تتخيلوا قديش كان حلو الاحساس ساعه شفتها، كيف دمعت، كيف انبسطت كثير. فغدا روعه، الاهتمام جوا، الاكل اللي اكلته من اطيب ما يكون، من اروع ما يكون، المحبة، يا شباب كيف بدي افسركم، فعلا فعلا هالجمعة، القعدة اللبنانية، هالضحكة الحلوة، هاللبنانيين المغتربين اللي اجوا تركوا كل شيء ورجعوا لهون، ورغم كل شيء بيقولوا انه هيدا احلى بلد بالعالم، وبيتمنوا لو فين يبقوا هون، بس يعني الواجب بيرجعهم يروحوا يشتغلوا ويرجعوا لهون، الاكل توب، العائلة بتعقد، وهي روعة، ما قلت يوم بعد على الكاميرا. اليوم صرت تاكلي فايف جايز من وراي. وسيي؟ وسائل كمان. حيتجينا واكلنا ومسطنا وفلعنا ايدينا فاضيين، واتشب اكل اكلنا ولا هالجماعه حبينا صراحه. ايه بنرجع ناخذ رقم تليفون، صرنا اصحاب.